من الشعب الفلسطيني. وممكن بعد أسبوعين هو قال أن هو يقصد أن أقول أن لا أحد يعني أكثر من الشعب الفلسطيني من الفشل القيادة الفلسطينية. ولما هو أصبح رئيس هو وقع مذكرات التي أتى 20 مليون دولار للإيجار في القطاع الغزة. وأيضا في 2009 هو الولايات المتحدة لا تقبل المشهورية الاستمرار المستوطنات الإسرائيلية. وفي السنة الماضية لما الشعب الفلسطيني طلب الأمم المتحدة للأدواء هو يعاد الطلب عشان هو قال أن السلام بين إسرائيل لازم يوجد السلام بين إسرائيل وفلسطين قبل فلسطين تصبح دولة. هو قال أن هو سيتحدث مع حماس فقط إذا هم نبذت الإرهاب والاعتراف بإسرائيل. وهو قال أن هو يفضل حل الدولتين وهو يريد أن المفاوضات تبدأ مع دولة على حدود 67. وهو يريد السلام التي يأتي من خلال المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين. هو قال أن فلسطين لازم تعرف بإسرائيل والتخلي عن العنف والإرهاب. وبعدين المشروع الحزب الجمهوري أولا ميت رومني، وهو قال أن هو يشعر بخوف من الجهاديين والإسلام المتطرف، وهو يشعر بخوف عن الدول العربية ممكن تتوحد من خليفة. وهو طلب الدول العربية لوقف الدعم لحركة الحماس، وهو يريد أن الشعب الفلسطيني وقف الإرهاب والاعتراف بإسرائيل. وهو قال أن هو يدعم بقوة الجدر بين الدفاع الخارجية وإسرائيل. وهو قال أن إسرائيل هم تريد السلام وهو تريد الحل الدولتين، لكن الفلسطينيين ما تريد الحل الدولتين وهو تريد بس نهاية إسرائيل. هو قال أن إحنا لازم نتقف مع صديقنا وخليفنا إسرائيل. بعدين نتكلمش وفي ريحو الشعب الفلسطيني شعب اختري في السبعينات، وفي ريحو ما في فرق بين العرب والفلسطينيين، ما في فرق بين الأردنيين والفلسطينيين. هو أن إذا هم أصبح رئيس هو سيتنقل السفرة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، عشان في رأيه هذا العاصمة الحقيقية إسرائيل. وهو أيضا أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل أكثر. هو أيضا قال أن لا توجد أزمة إنسانية في قطاع غزة. وبعدين باريك سانتورم هو قال أن ما في شعب فلسطيني، وقال أن
كل الناس في دفع الخربية هم إسرائيليين عشان دفع الخربية جزء من إسرائيل. وفي رأيكو الموضوع مثل ولاية تكساس في الولايات المتحدة عشان الولايات المتحدة فانز تكساس في حرب من مكسيكو وهذا تكساس ولاية أمريكا. وفي رأيكو الموضوع نفس الشيء في إسرائيل. وهو أيضا قال الموضوع هو مشكلة إسرائيلية داخلية. هو أيضا قال أن يجب أن لا أحد يتدخل في الوضع وهذا للإسرائيليين بس. أحيانا رون بول وهو لا يتوافق مع جينجريتش عشان قضية الشعب الفلسطيني. وهو قال أن في الوقت الإمبراطورية العثمانية ما في دولة فلسطينية بس ما في دولة إسرائيلية. وهو قال أن هو يريد التوقف عن منحة إسرائيل المساعدات الخارجية. وهو لا يريد التأثير على السياسة الإسرائيلية، لكن هو يريد أن يحافظ على سلوكه مع إسرائيل.